انا للوا طلعت الصور ان بو دو نوستالجي سيتي الغاليا سي اون تري شونسون نتاع لي زاني 70 فوالا دونك لا ايتي شونتي بار بليزيور ارتيست. مرحبا بكم بور سيت ثوازيام فيديو. راح نتكلموا على سوجي كو ديجا تكلمت عليه من سابق جي في 5 ولا 6 فيديو على هادشي هذا. دونك ميتون جو في اونكور اون باغلي. قبل هذا اسا بيان سور سي جودي باش ما نغلطش جودي 18 جويليه 2024. مرحبا بكم الناس اللي راهي تعشى. نقول لكم صحه ومنسينون صحه عشاكم. بون ابيتي ا توتي ا توس. انا راني مع القهوه ديما نقول لكم صحه قهوه النون اذا راكم تشربوا في القهوه. هاي لا ديما القهوه تاعي هذا مبرد شويه الحال اليوم. لا في تري تري شو مي نحك البرود. انا درك دورا لبرا فريمون كاين واحد البرود على الكيف يعني فريمون سي الوغ. دونك قبل ما نبدا لو سوجي هذا يعني نحب جو فودري غيميرسي تو لي زامي تو لي جون كو سوا سور لا باج فيسبوك ولا سور يوتيوب. يعني ميل ميرسي بور لي جون اللي راهم يسجعوا فينا راهم بنات ولا نساء ولا رجال ولا منا يعني يعطيكم الصحه. انا نقول لكم انتوما كي فو كومونتير يعني والله العظيم غير يعني ما شاء الله كونتينوي كوم سا سي نورمال كي نقرا دي كومونتير والله واش نقول لكم يعني ما نقدرش نعبر لكم على فرح تاعي سيرتو الناس اللي دي انتلكتويل الناس اللي يعرفوا واش الكلمه كيفاش تقال يعرفوا على واش نهضروا يعرفوا على لي سوجي الناس كامل اللي يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه غراس افو غراس افو. اليوم سيرتو اليوتيوب الحمد لله ملي كنت انا مدير 10 من الناس اليوم راهو طلعت كيما قال واحد ما كنتش ننتظر باش تطلع كيما هكذا. يعطيكم الصحه كواكو باقيين بعض حثالات كل ساعه يخرج لك زوج حثالات يعني ناس مسخين يعني كيما يقول واحد ما يجيش باش بي اكزومبل. هو واش ندير بي اكزومبل انا عندي دوكا لي فيديو ساعه ساعه نروح نشوف بي سيو في بوفوا دي فيديو فيديو تعجبني نبقى نتفرج فيها ما تعجبنيش نعقب نخليها وخلاص. تعجبني فيديو ندير كومونتير نورمال نمد رايي ساعه ساعه كيما نمد رايي. واحد يقول لي ماهوش كذا نقول له يا خويا على كل حال انت يقول كيما هكا بارك الله فيك وكذا. مي جو نوزغي جامي باش نروح لواحد دار فيديو نروح نسبو ولا نروح نقول له واش هكذا ولا منا باسكو هذه ما تجيش. ويعني ما تلقاوش يعني الناس الكل كيما عندي انا في سور لاشين يوتيوب. نقول لكم الحق يعني لا كازي توتاليتي تقريب 99.98% الحمد لله سي دي جون كولتيفي نساء ورجال يعني والله كاين واحد ثاني بنات ونساء والله العظيم يعني واش نقول لكم يعني خير من 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 الف راجل والله العظيم يعني فريمون يمدوا دي حوايج يعني فريمون ميل ماكسي. هل الحثالات هذو كيما كاين واحد اليوم جا الباقي ما نعرفو نراحو جو سي با ما نعرفو نراحو جا حثاله جديد ولا سما روحو سمير والله ما على باليش جا يقول لي انت تهضر في الفراخ. معليش يا اخي انا نهضر في الفراخ يا اخي روح شوف لي فيديو اللي ما يهضروش على الفراخ اللي يهضروا على المليان يروح اخويا انت جاي لي تفرج لي بلا فيديو تاعي وتجي تجي تقول لي يا خويا بدل المهنه روح تبيع البلوط كما قال ولد عباس نضحكوا كلها يا تهضر مع سيدك يا واحد المسخ. البلوط يبيعوه الرجال يبيعوه ولاد يعقوب الفحوله نتاع الدوار الرجال اللي بشلاغ مبرك تشوف شلاغ مبرك ترعد. هذوك هما اللي بيعوا البلوط يا سي محمد وباعوا البلوط الناس وباعت الزريعه الناس واليوم راك تعرفهم اليوم راهم سيدي ملياردير سي محمد. نعم حنا عندنا واحد في خنشلة بدا بالزريعه خاطرش راجل فهم ما يسناش مرتو كيما انت تروح تخدم عليك وتجيب لك وانت كراكت تجي تقول لها واش جبت لك هذيك ال 200000 ولا 300000 تعطيها لك باش تخرج تروح للقهوات تنعط روحك في وسط الرجال. سي كيل باسيس كيل باسيس يعني وجيت تبراقي على سيدك. انا عندي 3 ديبلوم 3 ديبلوم من بينهم تاع الصحافه بصح هذا شرف ليا لو كان غدوا صباح لي 3 هاد لي 3 فونكسيون اللي نخدم فيهم هادو ما يكفيونيش ولا كذا نروح نبيع البلوط حتى مشكل نبيع البلوط وما نستناش المراه نتاعي تروح تجيب تخدم في مسكينه تتعب والعرق على كذا وتجي تعطيك الدراهم باش تخرج في وسط الرجال. ما تحشمش والله لا تحشم. هل الحثاله هذا اللي سمى روحو سمير حل هذا الباج تاعو هذا يوتيوب دوك نقول لكم وقتاش
حلها لو 5 اوت 2023 راكم كيما تشوفوا هنا هاي 5 اوت 2023 روحوا ديروا سمير سمير هاو هنا سمير سمير يوزر سي 1 1 ار بي 3 بي دبليو في 5 ك ودار اس من لو 5 اوت 2023 5 اوت 2023 تقريبا اليوم رانا تقريبا عام 2024 رانا تقريبا نخرجوا من دبيت ما دارش فيديو واحد ما دارش فيديو واحدة ما قالش للناس فيديو يا جماعة السلام عليكم علاش باسكو الناس كيما هادو ما يقدروش يواجهوا الرجال ما يقدروش يواجهوا الاخر انا هدرت في الراديو يا واحد المستخ انا هدرت في التلفزيون تاع التلفزيون ماهمش غير تاع الجزائر خدمت تاع الجزائر الراديو انا خدمت مع صلاح ومع سكينه بوطمين ومع كيف اسمه الناس اللي الفحوله والرجال وكذا هدرت مع التلفزيون تاع كيف اسمه تاع تاع الاوروب من بينهم اونتين 2 من بينهم تي اف 1 من بينهم واش يقولوا تاع العرب نتكلم فيهم علاش باسكو عندي واش نقول وعندي واش نتكلم مش كيما نتايا مش كيما نتا يا واحد الحثاله يا واحد البوخنونه يا واحد المسخ يا منتن يا فشي والله يا خوتي والله يا الناس هادو يا لو كان يجي اليوم نقول له نحي صباطك والله غير تهربوا والله العظيم التقشير نتاعو حدو ما يبدلوش بالسمانتين ثلاثه ولا ما عملهاش ولا منا يهضر على سيدو يا اخي حاله يا اخي يا اخي انا نسيتك وزيد سيادك يا بو خنونه يا منتن يا فايح يا خموري الله يا سيدي نجي نتا اسمع لو كان تروح تبيع البلوط اي وي اي وي انا شو جورناليست انا شو جورناليست غير اليوم برك تقرا اقرا اليوم او في الجورنال قدامك اقرا ماشي جورناليست يا اخي انا ثاني عندي دوتر فونكسيون ما نهضرهمش عندي دوتر فونكسيون ما نقولهم دو دوتر فونكسيون نجيب بهم الدراهم مش نخدم وحدي نخدم وحدي ما نخدمش غير مع جورنال ولا مع في الدوله جو بو ترافاي سول بالدبلوم اللي عندي الناس اللي نهضر معاهم انا في سوا دي ديبوتي ولا دي منا مش دي ديبوتي دي لي ديبوتي نتاعك هادو ماشي ديبوتي اللي عندك هادو دي ديبوتي نتاع نتاع لوروب يقول انت وين قريت رحم والديك انت قريت في لاسوربون ولا قريت نقول نو قريت في الجزائر يدخو قسما عظما قسما عظما دي ديبوتي نتاع لوروب يا واحد المقمل الله يا سيدي اسمحوا لي انا اسمحوا لي انا ناس كيما هذو لازم نرجعهم انا ما نسبش الناس وما نقول مي واحد يوصل روحه كيما يقول صاحبنا كيف اسمه الصحفي نشرح له البنطالون نتاعو هذا ما نعرفوش مي لو كان نعرفك لو كان نكون يعني في اكزامبل عندي وقت ونروح نجيبك يا دوك تبقى تبكي كي المرأة والمرأة خير منك او شنو وحكم نعم قدام خطر يولي انا ولا لا والله شي وكذا واسمحوا لي وانا ولا والله والله يا واحد المفرشي والله بالتليفون قسما عظما غير نجيبوك وتولي تبكي كي المراه والمراه خير منك قسما عظما ما عنديش وقت انا باش نتلاب باش نروح نتبع ناس بوخنونه كيما انت جي دوتر شاب ويتي ما عنديش الوقت جي با طون اي ما عجبش الحال نتبعش لاشين هم لي شمس شفت غير لاشين انا ما عجبتكش اخويا انا نهضر فيها هضره ماشي مليحه ولا نهضر فيها هضره ما عجبتكش اي بيان صوتي انا نحب نتفرج نروح لا تيليفزيون نبدا نشوف لي شهر طاك 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 البرنامج اللي يعجبني نحبس فيه نتفرج فيه ما عجبنيش نبدل زيد امي عمري ما نروح انا نسب ناس ولا نقول للناس انت واش راك دير ولا روح يا منصفه روح تبيع البلوط شوف كي نهضر عليك انت عذراري شوف علاه نبيع البلوط ما عندي مانيش قاري ما عنديش ديبلوم ما عندي شو با جورناليز ما عنديش دوتر فونكسيون اللي قادر نجيب بهم الاخر بوكوا وزيد كاين قسما عظما قسما عظما غير نبيع البلوط والله وما نستناش مرتي تروح مسكينه تسيق ولا تروح كيما نتايا ولا تروح مسكينه في وسط الرجال وتجيب بالعرق نتاعها مسكينه وتجي تنحي لها صور تقول لها اعطيني هذيك ولا اعطيني هذيك وتخرج ودير روحك انت راجل في وسط الرجال يا اخي مسخ يا اخي يا اخي مسخ والله عندهم الحق بكري يقولوا الناس واحد المثال يقولوه الشويه لو كان جات النساء بكري تسوق تعرف شكون مع من تزوج اوريزمون مساكن النساء ما يعرفوش وكي تطيح مع واحد بوخنونه كيما انت تقول له يقولون رانا مديرتو كلها خليها برك راني مديرتو كلها
الناس كيما انت اللي قاعدين يستناو النساء نتاعهم يروحوا في, 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 في العرق وفي المساكن وكيما قال واحد وفي التمرميد ومنه ومنه باش يجيبوا لهم شويه كذا ويجي وتجي تهضر وتجي تقول انت يعني باللوط يبيعوه الرجال. سقسي روح سقسي الرجال الفحوله الشاويه الاحرار، سقسي ولاد يعقوب وسقسي الممشى الفحوله اللي يطلعوا للجبل اللي يجيبوا البلوط ويروحوا يطيبوه ويروحوا يبيعوه باش ما يخليوش باش ما يستناش مرته كيما انت تعطي له 200,000 ولا 300,000 يا مسخ يا مسخ ولا تروح تحرق في 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 بوطي وكي توصل تسرق وتوصل كيما قال واحد تضرب وتوصل الكرمون توصل كي الرجال الناس يوصلوا الرجال يفحولها كي يوصلوا لاوروب يروحوا يخدموا على ارواحهم ويروحوا يديروا كيما قال واحد سيتياسيون ويجيو كيما قال واحد ويجيو يتزوجوا ويجيو يديروا انت مثلك انت كيما قال واحد هادو والله العظيم راكم زيت دي مور انتوما موتا راكم تمشيو على الارض وانتوما موتا بقالكم غير سركي يا اخي فايع يا اخي يا اخي مسخ يا اخي والله مش عيب عليك مش عيب عليك يعني والله ما هو عيب عليك تعال تجي انت تجي يا منصف فرح يا اخي يا اخي يا اخي سي نورمال انت ما تفهمش واش راني نهضر انا ساعات كي نهضر يفهموني الناس لي زانتيليكتوال الناس اللي على بالهم واش راني نقول كيما قال واحد واحد يدعي لي وواحد يقولوا لي يا ولدي راك كيما قال واحد راك كانوا حتى الناس اللي قالوا لي يا ولدي عمرنا ما شفنا صحفي كيما انت يتكلم الحقيقه ويقول الحقيقه علاش باسكو انا الحمد لله الحمد لله اني يعني يهضروا فيا وكانوا الناس تعرفني العجيان قبل لي زامي روح هضر معاهم شوف روح هضر معاهم يعطيوك الدراهم انت وتردهم يا واحد يا واحد يا واحد يا واحد البخنونه يا واحد الفيح تعطيك الدوله الدراهم وتردهم انت سيدك رد الدراهم وما يسمعوا فيا الناس الكل علاش باسكو الحمد لله نحب الشيء اللي نجيبو نجيبو بعرقي ونجيبو بالاخر ما نحبش يعطيوني الناس جو با يعطيوك الناس اونفلوب دي بريفي يعطيك يقول لك هاك كيما عطيت لصحابك نعطيك لك انت وترجع انت لونفلوب ديرها انت يا بخنونه كيما انت ديرها مفايح كيما انت دير شيء كيما هذا انت كسرات بالك بالك لو كان مرتك بعد لكن هي تخرج وانت تروح تحوس لها فاش ما تلقى لها حوايج تروح تديهم تبيعهم ولا تقول لها انا مشتش تخذت النساء يا خوتي تخذت والله والله جيت مرا قسم من عظم قسم من عظم يا ولدي يا لو كان ما نديش كحلوش ولا روح ندي واحد هندي ولا روح ندي واحد يهودي ولا روح يا وقسم مني يا بخنونة كيما انت لا نقعد معاها موش نهار دقيقة الله غالب نسى مساكن الله غالب عليهم على كل حال نروحوا باش ما نطولوش سمحوا لي مي شوي اوبليجي باش الناس كيما هذو نحطوهم عند حدهم باش يعرفوا باللي راهم يهضروا مع سيادهم ما يهضروش مع الناس كذا كبرك ولا يجي يضحك الناس وتحب نعقبك الكومنتير تاعك انا عجبت كان كومونتير ان سول برك باش نقول لك من بعد تفرج يا بو خنونه تفرج انا احنا نشرح لك البنطالون تاعك كما يقول صاحبنا الجورناليست لا مدام الصيف جا يعني المأساة بدات تجي الاف باش ما نقولوش احنا ما بدا ولا المئات نتاع الجزائريين مساكن محارقين ورايحين مساكن المجهول رايحين مساكن المجهول كيوصلوا مساكن الاراضي نتاع الايطالي ولا الاسباني ولا يوصلوا مساكن يركعوا مساكن يقولوا الحمد لله كي جيتنا يا ربي رايحين مساكن مغادرين البلاد نتاعهم مغادرين البلاد نتاعهم اللي رايح عنده فيزا رايح ما مش مولي واللي رايح في البابور مش مولي واللي رايح في الطياره مش مولي واللي رايح في البوطي مش مولي الناس مخليين ديارهم ومخليين نساهم ومخليين ماتهم ومخليين من والله غير يعني صافي بلوري قسما عظما صافي بلوري يعني والله العظيم وبورتون قلنا للمسؤولين تاعنا هذو اللي قاعدين يسيروا في البلاد يا مسؤولين خافوا ربي خافوا ربي حنا ما نحبوش نحكموا بلايصكم عمرنا ما نحكموا بلايصكم جامي نحكموا بلايصكم ما عندنا دي بارتي بوليتيك مانا داخلين في بارتي بوليتيك مانا داخلين في جمعيات مانا داخلين حتى في بلاصه وما نحبوش نحكموا بلايصكم ونحبوكم تبقاو نتوما تسيروا بقاو سيروا ما كاينش مشكل كيما انا والله تبقاو تسيروا منا لدفن الدنيا والله ما عنديش مشكل مي كما يقول واحد السيد الانجينيور الله يذكره بالخير قوم ولا طلق ما ديروش كيما هاد الديوث هذا اللي كان يدير لي يخلي مرته تروح تخدم هو يرقد كيما قال واحد بالصنام نتاعو كلشي نتاعو يستنى حتى وقتها يجي باش تعطيه 200,000 يروح يخرج بها في وسط الرجال قوم ولا طلق اخدموا هاد من اللي جاون هادو مساكن اللي رايحين لاوروب على واش رايحين لواش رايحين مساكن باسكو على بالهم بلي كان لو بارادي الهيت هاو ما كانش مساكن هاو شوف غير الخطا اللي فات واحد مسكين قتلوه عطالو البوليسي بسبع رصاصات مسكين
في فرنسا. سيت بال مو مسكينه نعطوها كيفاش تبكي في الاخر مسكينه، سيت بال عطالو علاش ما سرق مسكين ما والو ما والو. كان يجي كانت واحد البلاصه كبيره كيما هكا يجي مسكين يدخل في هذيك الباصه يروج فيها مسكين حالته كيش ما جات المراه فاقت به بلا ولد تما بدات تعيط خرج خرج ولدها واش يقولوا سامبل نيكس بوليسيا فرغ فيه الشارجور. شوفوا وين يموتوا الجزائريين مساك، شوفوا وين يموتوا الجزائريين مساك. والمسؤولين تاعنا لا باقيين غير يبيسوا برك هاي الانتخابات، راهو يقول لك عرس عرس نتاع انتخابات كبيره ولدي يا ناس حرام عليكم حرام عليكم، ما ديروش انتخاب بقاو نتوما ما نحبوش انتخابات، وعلى بالنا بلي الانتخابات مزوره على بالنا بكلش خليو نتوما من تمسخروا برك يرحم والديكم. نتوما تحسبوا الناس ماهمش فايقين بكم، تحسبوا الشعب مسكين راهو بغل في ناس صح الشعب بغال كيما قال هذا السيد خويا نهضر معاه حيوان خير منه، بصح الباقي كامل على بالهم باللي راهي الدنيا مزوره وعلى بالهم باللي كيف اسمه الدوله العميقه هي اللي تحط الرؤساء وعلى بالهم كلش، على بالهم علاش تخسروا في الدراهم كيك بولين دي تو وتتمسخروا وهذا عرش وارواحوا سا سا ريان. ها دوك يعقب 7 سبتمبر ويبقى مشي تبون وكيما قال بصح ما يتبدل والو ما يتبدل والو، السبيطارات يبقاو يعانيو، الناس ما عندهمش السكنات، الناس راهي تنتحر، الناس ما لقاتش واش تاكل، الناس راهي تهرب في البوطيات، نبقاو كيما هكذا. بورتون هاد الناس هادو ما طلبوش لا لون، طلبوا خدمه وطلبوا سكنه خلاص خلاص، هذا ما كان خدمه وسكنه، هذا واش طلبوا؟ لو كان عندهم خدمه وسكنه والله ما يروح. هادو بكري هالاوروب هذه كانت ناس على بالكم باش يكون في عندكم كانت بلا كارت، الناس ما تروحش بلا كارت مش بالباسبور، بلا كارت كانت تروح لفرنسا وما يروحوش الناس ما يروحوش، من بعد رجعوا غير بالباسبور برك وما يروحوش الناس ما يروحوش والله ما يروحوا. يقول لك اخويا انا بلادي واش ندير انا صبحت اليوم الناس قالك يا ولدي متحتم علينا ونروحوا ياكلنا الحوت ولا نمنعوك كش ما نزيدوا لنا. ناس 70 سنه في عمرهم رايحين 70 في عمره رايح، صغير رايح الكبير رايح العجوزه رايحه الشايب رايح، وش هذا وش هذا؟ وانتم باقيين شغل ما كان والو، شغل ما وصالي والو، شغل ما وصالي والو، راهم في عالم اخر، المسؤولين في عالم والشعب في عالم. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وكي نهضروا حنا يوليو يلوموا علينا، انتوما فوزات دي بيرتورباتور، انتوما راهو يمشيو فيكم المخزن، انتوما راهو يمشيو فيكم اليهود، انتوما راكم صهاينة. يا ولدي واش تكذبوا على الناس؟ واش تكذبوا على الناس؟ الناس هي فايقة بكم، الناس هي فايقة بكم، حنا ما نكرهوش بلادنا، ما نكرهوش الدولة نتاعنا، عمرنا ما نكرهوهم، وانتوما بعد تاني هاد المسؤولين ما نكرهوكمش، أنا نكرهوكم، علاه؟ بوركوا يكرهكم واحد بدات اللي يحب يجي في بلايصكم ولا الناس اللي عندهم لي بارتي بور ان بارتي بوليتيك يحب يجي يحكم بلايصكم هذاك بدات. مي انا ولا الناس اللي كيما انا ما نحت، لو كان تعطيونا مليار للشهر ما نقبلش، لو كان تعطيني 50 مليار للشهر والله لا نقبلها، والله ما نقبلها وما نخدمش وما نحكمش مسؤوليه، مسؤوليه ما نقدرلهاش ما نروحلهاش، خمخمتي برك بزايد عليا. دونك حنا نقول لكم يا ناس اتقوا الله في الشعب هذا، اتقوا الله في الشعب هذا مسكين، ما طلبكمش قال لكم جيبوا لي القمر الشعب هذا، قال لكم يا ناس نحب خدمه نحب خدمه ونحب تعطيني دار كما الناس نسكن فيها برك، هذا واش يحبوا؟ واذا ما عطيتوش خدمه ومهزوا اون شارج برك هذا مكان كما يهزوا الدول كامل نتاعها سيتو، و السكنات راكم تبنيو بالالاف واش هو لا موفيز جيستيون خلات بلي مازالت الازمه تاع السكن. الجزائر اول بلاد اللي تبني الاف السكنات الاف السكنات، بصح يبقى ديما لا بونري كاينه، علاش؟ باسكو يا موفيز جيستيون، الناس ما تسيرش ما تعرفش تسير. وقلنا لكم يا ولدي كي ما نعرفوش نسيروا في وقت بومدين، انا مازلت صغير في وقت بومدين وكانوا مش عليهم يجيبوا دي بلج يجيبوا دي فرونسي يجيبوا دي روس يجيبوا، يا سيدي ندير واحد حنا كي الدول الاخرين نجيبوا يا خويا، انت الماء ماناش قادرين نسيروه، الماء جاو دي فرونسي جاو هنا للجزائر عاد الماء اش 24 جا برومي نوفمبر حوزوهم قال لهم روحوا روحوا خلينا نحكموا هنا. اليوم والله كان دي كارتي ولا 3 جور 4 جور والله ما عندهم الماء،
شوف 3 جور والله ليس عون ما في في العاصمه. ما نهضروش حنا على البلدان على في قسنطينه وعلى لي زوتر فيل ولا على والله ساعات كاين جور ما يشوفوش قطره وكيجي الماء هذاك كان كيما قال لك والله ما نغسلوا به المعين ذيك ما نجموش اون بو با باسكو خارج ما نتاع الزيكوات يا سيدي ما نقدروش نسيروا نكذبوا على بعضنا وما نجيبوا دي كوبيرون نخلي كيما بكري وخلاص هذا مكان ما نجيبوش نجيبوا دي الناس نسلكوهم. الامارات كيفاش طلعت الامارات قولوا لي برك يرحم بابك اسكو لي زيميراتي هادو راهم يخدموا هادو شحال الشيشان هادو راهم قاعدين يخدموا وراهم يطلعوا في بلادهم ما كانش. هل الاماراتيين جابوا ناس راحوا جابوا اليهود جابوا لي فرونسي جابوا لي بريتانيك جابوا لي ايطاليان جابوا منا عطاو لهم ميم ناسيوناليتي داروا لهم لا ناسيوناليتي اماراتي وقال لهم اخدموا يخلصوا فيهم. شوفوا بلادهم اليوم كيفاش راهي باطه شما شوفوا روحوا تشوفوها كيفاه الاف نتاع لي توريست اللي رايحين طالعين وهابطين عليهم الاف تاع لي توريست. حنا ما جيناش واحد توريست ما كانش توريست واحد ما كانش ما تسمعوش هذو اللي يقول لك اليوم راهو يتمسخروا بالشعب راهو جاونا عندنا 1000 توريست وراهو ما كانش. على بالك واش يحسبوا لكم هما او يحسبوا لكم واحد يجي من قسنطينه يروح للجزائر يحسبوه توريست. شوفوا يا ناس هاكم تشوفوا كيفاش واحد من خنشله يروح لعنبه يحسبوه توريست باش تشوفوا كيفاش عايز. دونك ما يجيناش توريست واحد ما يجيناش كيما يجيونا في جونفي ولا في ديسمبر يروحوا اخرين لتمرست 10 ولا 12 ولا 13 يروحوا لتل اخو يجي مره ويروحوا باش تشوفوا. قلنا لكم يا ناس راهو اذا ما نعرفوش خويا مش عيب حنا عندنا الصوار الشيء اللي نبذروه نطيشوه كيما قال واحد على الطاقه نعطيوه للناس هذو يخدموا لنا البلاد واش المشكل ينعتونا خويا باش نخدموا كيفاش بلاد فيها البترول معمره غاز معمره زنك فيها التمر اللي يبارك فيها كل شيء الجزائر ما فيهاش الناس اللي تسير هذا مكان كون كانت الناس تسير اليوم الجزائر راهم يموتوا الناس في البحر باش يجيو عندنا واحد الوقت صفري الناس قالت بكري والله يموتوا يترافيرسيو باش يجيو للجزائر في وقت فرنسا. دوكا ولينا حنا الناس يهربوا رايحين يموتوا في البحر كما قال واحد كل خطره تسمع هاي تقلبت بيهم هاي تقلبت بيهم هاي منا هاي منا هاي منا والمسؤولين والله يا سيدي راه كي تهضر كيما هكا يغلبهم الحال يقول كيفاش يهضر كيما هكا واش تحب نسكتوا واش تحب كيما هذوك نهارات واحد المراه ثاني كيف كيف مراه قالت كيفاش تهضر المراه قتلوها هي وزوج بنات قتلوهم مع امهم مسكينه شنقوها كي تكلمت انا اللي كتبت عليها اليوم ثاني خرج اليوم زين زين دير عليها نوتر ارتيكل ان شاء الله كيفاش تهضر كيفاش تهضر ما تهضرش علاش تهضر انت سبحان الله علاش تهضر ما نهضروش نسكتوا خير نسكتوا الناس هي تموت في البحر الناس راهي تجري الناس راهي تروح لاوروب كيما قال واحد يطيشوا كيما قال واحد يخليو اماتهم ويخليو نساهم ويخليو منا رايحين حنا نديرو حنا ما شفناش اسيدي حنا نجيو كل صفاقه كل كيما جماعه البرلمان هذا كل صفاقه صفق برك صفق برك صحيتو يعطيكم الصحه اسيدي الجزائر بس عليها كي تسمع المسؤولين يهضروا والله يا جماعه قسما عظما كيما قال لك في وقت لابينري تاع نتاع العدس ولا بينري تاع الزيت ولا بينري تاع منا قال كي نحبوا الزيت ونحبوا العدس ومنا نروحوا كيف يسموه نسمعوا النشره نتاع 8 اي لا تلقى الزيت ها كراب وين هذوك يتمسخروا برك هذوك هم قاعدين يتمسخروا برك كاين كلش كاين كلش سبحان الله الناس يشوفوا كيمو نتاع سميد يطيروا في عقابه ما كانش كيما قال واحد ما كانش كيما قال واحد مخزن فيه 10 كيلو دقيق هو يقول لك اه لاباس علينا سبحان الله لاباس علينا اي بورتون قلنا للناس هذو يا ولدي راهو في صلاحكم انتوما في صلاحكم انتوما برك خاطرش راهو الوضع ما يبقاش كيما هكا باش نتفاهمو راهو ما يبقاش كيما هكا اتونسيون راهو الوضع يتبدل وما نعرف كيفاه يتبدل راكم شفتو كيفاش يا ناس اخرجوا من الباب الواسع اخرجوا من الباب الواسع حنا كنت عندنا مسؤوليات صغار خلاص مين نخرجوا من الباب الواسع عمرنا ما نستناو حتى يجيو يقولوا لنا يا ديغاش قبلوش حنا ما ندلوش حنا لازم يكون عندنا كما قال واحد خشمنا ديما في السماء قبلوش حتى يجي واحد يقول لي يا روح نو كي نشوف بلي ما نقدرش بنت يا 27 ديميسيون تفضل نجي رايح
كيفاه يا خويا تسالي ولا تسالي مع كونترا ايوا ما نخدمش ما تساليش يحاولوا يجيو يحاولوا يجيو يطبطبوا بالك من الناس اللي تسمع فيا اليوم يجيو يطبطبوا خويا على وجه ربي يقول لك ارواح اخويا وخير واش تحب لي بوست اللي تحب لا يا خويا ما نخدمش كثر خير كيما كثر خير تقول ما نخدمش علاش بوركوا باسكو على بالي بلي هذيك البلاصه هذيك مانيش راح ندير فيها حاجه ولا بلي راح يكونوا فيها مشاكل روح خلي روح قبل ما يجيو يقولوا لي روح ما نستناش يقولوا لي روح ما نستناش واحد ما نتفاهمش انا وياه يجي يعطي لي امر والله ما نستناه والله ما نستناه هم يسمعوا فيا بالك اخرين خاطر والله جيتي لو برومي اللي حطيت لحقوا ورايا دو تكنيسيان تروا انجينيور لحقوا كيما قال واحد قال لي اخويا انت رايح تحنا روح علاش باسكو ما نقبلوش الذل ما نقبلوش الذل هذا ما نقبلوش او نخدم وراسي مرفوع او نروح ما نستناش يجي واحد يقول لي روح وما نفصلوش روحنا كيما قال واحد يجي حتى كي تجي اونكيت ولا تجي منا ولا منا تلقى انا واش تحب اونكيت تفضل نعطي الفاتحه نخليه للبيرو ونجي رايح وين رايح يا خويا يعني عندي خدمات انا كي تكملك تعيط لي كي تكملوا خدمتكم حنا خاطينا العسل خاطينا هذاك الشيء والله غير خاطينا قسما عظما غير خاطينا ما نمدو عسل ما نمدو رشوه ما نمدو والو علاش باسكو الحمد لله الحمد لله سيدي مدينا حق الناس مدينا شي الناس مدينا مخافوش مخافوش حتى كي نخليو نروحو نبطل الروح ما نخافش الناس كي تبطل يخافوا على الزبل اللي داروه هذوك يقول لكم نروحو يجبدوا لنا الزبل نتاعنا حنا عمرنا ما طيشو من فتح نجي رايح ساعات والله والله يا حتى الفتح ما نعطيلوش ليه هو نخليهم الواحد كي يجي يعطيهم له قال هكا او فتحك انتوما مسؤولين من اليوم ما قدرتوش الناس هي قاعده تحرق رايحه تموت في البحر وانتوما قاعدين حاكمين المسؤوليه ما نجمتوش تحكموا الناس واش تحكموا قال اللي يكون نحكموا واحد يحرق في الناس نضربوه ما عرفت قد عامين ولا خمس سنين ولا نو لازم تشوف علاه الناس تحرق علاش الناس راهي رايحه بوركوا الناس رايحه تموت في البحر علاش بوركوا علاه يكون جاي عنده خدمه يروح يكون جاي خدمته مليحه ويدي في الدراهم ولا لاباس عليه ومن يروح ما يروحش يكون جاي ساكن لاباس عليه كما قالوا مختلفات انا سنيت 20 سنه ما ديت السكنه كي رحت للطاليان عطاو لي سكنه يا خويا هذه هي بلادي ماهيش بلادي في الجزائر هذه هي بلادي هز ولده مسكين قال لهم هذه هي بلادي قال لهم 20 سنه وانا نستنى ما عنديش سكنه اليوم جيت ها الحمد لله هنا بربي هاي عندي سكنه هذه هي بلادي قال لهم ماهيش بلادي الاخرى سبحان الله عينا فيهم يا ولدي بدلوا الشيء هذا تاع السيستم اللي ديروا فيه تاع توزيع السكنات هذا راكم بالعاني باش تضلوا تديوا نتوما ولادكم وخيانكم وضلوا تبيعوا في السكنات وواحد يفيق بكم او على بالنا بدلوا السيستم هذا ديروا في شيء يكون باش كي طبي برك الاسم تاع واحد طق يخرج ليه باش ما عادش الناس تدير ما حبيتوش فون فولي با حبيتو ديما تبقاو تعوموا في الماء المسخ على بالي واحد الوقت الوالي عنده دي كوطا يبيع يجي واحد بن عمو بن عم الوالي هاني جيتك اليوم يسلم عليه واش صافا لاباس واش ما كان ما كان يعطيو تروا ديسيزيون تاع دي لوجمون هاك روح بيهم احكم بيهم يدك ساعه حتى على بالنا كلش بلا شي لو تيران بلا شي اللي يعجبوه لو تيران في وسط البلاد يدير الكروكي ويديه للخصنيين بيع ما عرف قداه مليار روح كيما قال واحد هاو على واش تجري على المسؤوليه هاو على واش على السقاطه هذا ما كان نسيتو سينون كيفاه نتوما الناس في عقابكم تب فيكم والناس مشاكل وكذا ومنها وانت كيما قال واحد وانت حاكم علاه يا خويا الناس الرجال الفحوله كانوا يحاولوا فيهم على المسؤوليه وما حبوش يحكموا الناس الفحوله الناس الرجال الناس اللي ما تحبش تسرق الناس اللي يحب يخدم بعرقو حاولوهم عطاو لهم مسؤوليات قال لهم ما نحكموش اون في با اون في با انا نعرف واحد عيطوا له وحاولوا حتى الولي قالوا نحتم عليه قالوا ندير لك ريكيزيسيون نقفل لك قالوا اخل عنده ان كوميرس قالوا اخل الكوميرس قالوا ما نحكمش قالوا اخلو قالوا والله ما نخدم وعلاه هو والشعب راهو بغاك قالوا يا خويا الشعب كثر خيرو بصح حنا من مسؤوليه خاطر ما نحكمش الرجال الفحوله خبط الشيء ما يديش البرابش على جهه الخدمه على جهه المسؤوليه انا ندير البوش شوفوا واحد كي طال يجي باش يحكم كوميتي تاع الكلوب وتلقاه يجري ويدير في البرابش ويدير منها بوك خويا واحد كي يدير كيما هكا راهو جاي باش يخدم ولا جاي يجي باش يسرق واحد كي يجي يدير البرابش ويدير العشوات للناس وتهلاو جماعه وتهلاو وتهلاو هذا كل على عيون الناس هذا باش زعما يحب الفريق هذا باش زعما يجي يحكم مني ما يمدش والله لا يمد ربعه دورو جات الناس مدت 4 دور وداو 200000 مد لي زيكزامبل سي تو
دونك قلنا لكم يا ولدي توصلت اليوم الناس تهرب من بلادها، الناس ترجع لبلادها، والجزائريين يهربوا من بلادهم، يهربوا، والمسؤولين والله العظيم يقول ما كان والو، والله تقول ما كان والو. يثور واحد مسؤول يقول لهم دوك تشوفوا عام عامين، هذه قالها عنده واحد 5 سنين ولا 6 ولا ما عرفتش، عام عامين دوك تشوفوا الجزائر واش تصبح، دوك تشوفوا الشعب الاصفر يضل يحرق باش يجي عندكم. وين رانا؟ وين هذو الشعب الشعر الاصفر هذا؟ احنا ما نحبوش الشعر الاصفر، احنا نحبوا الشعر الاكحل يقعد برك في بلاده، هذا ما كان تيتو، ما نحبوش الشعر، واش نديروا بالشعر الاصفر؟ واش نديروا به؟ بعد ما نديروا بهم مي هذا كل تغبيب، هذا كل سيدي البلاك تاع الناس، يعني تبلاكي الناس كذا برك. اجي الحمد لله، صحيح، يوم انا لاباس، كي تسمع اللي تقول انت خلاص، تقول هذا السيد هذا يهضر على السويس ولا يهضر على ما باليش انا على الدنمارك ولا يهضر على، ما يهضرش على الجزائر. تسمع المسؤولين كيفاش يهضروا، والله العظيم يا لو كان تسمعوا يا تقول هذه الجزائر هذه راهي كما يقول لك خير من السويس. حنا رانا نعوموا حاشاكم في الخماج باش ما نقولوش حاجه اخرى، والراجل يقول لك الحمد لله سي سبحان الله، كنا وين كنا وين، سبحان الله. ما يجيش يقول لك باكزومبل الناس اللي قبلي نشكرهم داروا ما عليهم، ولا غالب الشيء اللي داروه يعني نشكروهم على كل حال اذا توصلوا لوبجيكتيف تاعهم يعطيهم الصحه، واذا ما وصلوش لا غالب وخلاص. لا اللي يجي كامل يبدا يعكر في الناس اللي راحوا، هلكوا هذو جماعه بوتفليقه، هلكوها السرقات والاخرى والاخر. دوك تشوفوا نهار يروح مشي تبون سي لا ميم شوز، دوك يطيحوا عليه ودار وخذا البلاد وخذا، علاش؟ باسكو منافقين، تنافيق، تنافيق هذا يقولوا له. انا نجي نحكم بلاصه يجي يهضر لي على الشيء اللي كان نقول اللي كان في بلاصتي اللي كان قبل ما نجي انا، نقول له السيد خدم بارك الله فيه سيتو، علاش ما على باليش ما نحوش نفهم انا لا جيستيون تاعو تاعو براسو. قال خويا كثر خير هو الى في سكي بو اعطيه الصحه، ما نجيش انا قال راني جيتكم اسيدي انا مانيش في اللي كان في قبلي انا ولا يا ربي يسمح اللي كان قبلك، الله يسمح. اليوم راه يقول لكم انتم يا جماعه راكم ديروا الجزائر الجديده، راه يقول لكم رجعوا لنا الجزائر القديمه، رجعوا لنا سرالقه برك يرحم باباكم، رجعوا لنا سرالقه، رجعوهم لنا سيدي. كي كانت سرالقه ما كناش نحوسوا على العدس وما كناش نحوسوا على الافكار هذو وما كناش نحوسوا، رجعوهم لنا برك يرحم والديكم. واش من اليوم رانا لاباس، واش من سيكتور مليح ابار لي سيرفيس سيكوريتي اللي راني نحييهم اليوم، واش من سيكتور يمشي في البلاد؟ اعطيو لي اعطيو لي سيكتور نشوفو يمشي، اعطيونا لا لي درونيك سيكتور دو لو، لا لو سيكتور دي ترونسبور، لا لا سونتي، حدث ولا حرج، مخروبه كما يقول هذاك السيد تاع النهار هذاك، مخروبه بارتو مخروبه. ويجي اسمعوا جايب لي بن فارينه هذا وجماعته هذو يطبلوا ايا العرس، وجاي العرس، واش من عرس؟ واحد يقول كلمه لي واش من عرس هذا؟ كذا وخلاع على لسانكم هذا، موش عرس، واش من عرس؟ كذا وخلاع على لسانكم هذا، واش من عرس هذا؟ جايب لي الناس تبندل والناس على الانتخابات، دوزيام موندا، يوم بعد دوزيام ولا تروزيام ولا سانكيام وما يكون ما يتبدل والو، ما يتبدل والو. شفاو على هاد لافيديو نتاعي هذيك، شفاو عليها، والله لا يتبدل حاجه، والله لا تبدل حاجه. علاش؟ باسكو ما كاينش بروغرام، يا با دو بروغرام، ما كاينش يجيك واحد اللي عنده بروغرام فيابل اللي يجي يقول لك خويا انا هاني واش عندي اليوم، هاني واش عندي الغدوه، ها واش كاين، ها واش اللي يجي يهضر لك على بريمي نوفمبر، على 5 جويي، على الشهداء، بن باديس قال، الاخر قال، ولا قال ربي الرسول قال، رمضان، قفه رمضان، هذا هو. نبقاو ديما هكذا، نبقاو نباتيني ونرجعوا للورا، باتيني ونرجع للورا، باتيني ونرجع للورا. كي يدير لك خط نتاع تران تي او ار يروح من 48 كيلومتر، بقاو غير الزغراتات ما جابوهمش برك. الناس راهي تمشي في التي جي في، الناس راهي دارت كيما قال واحد، وحنا رانا مازلنا نفرحوا كي نديروا شي يقولوا هذاك ليني فيروفيير تاع 48 كيلومتر نفرحوا يا الله. يا ولدي كانت فرنسا دارت، وهذه في وقت فرنسا عندنا هذا الشيء، هذا في وقت فرنسا
حتى اليوم باش نفرح انا جيت دير لي تي جي في نركب فيه من خنشله نضرب نروح لالجي في ساعه ولا ما عرف واش، جيت تقول لي انا تي وير تروح به للعين البيضاء، هي العين البيضاء نركب في الفيلو نروح في طريق البيضاء هذيك نطلق الفيلو نصبح نعقب متوسا نصبح في عين البيضاء، ما كان لا واش ندير به. وكي نقولوا كيما هكا الناس ما يعجبهمش الحال، يقول كان السيد هذا بيسيميست يا ولدي، ما كانش نورمال راني بيسيميست. كي تشوف الناس اليوم في البحر اليوم راه مساكن داروا فيديو، ما نحبش نعدلكم على الناس الله يسهل عليهم، اليوم في فيديو راه الناس مدايره مساكن فرحانين ورايحين المجهول، مساكن رايحين واصلين المجهول رايحين مساكن، شكون كيما قال شكون بهم اول ليله اذا ما حكموهمش هذو اللي كارد كوت ولا ما حكموهمش هذو من هنايا اول ليله هذه راح يباتوا مساكن في زخاقات يطيشوا في زخاقات يطيشوا اللي عنده شويه كاش، وحتى دوكا حتى ابن عمهم ما يهزوهمش باسكو يخافوا ما يقدرش دوكا، ولو الناس دوكا في الاوروب دوكا الانسان اللي يهز الناس سون بابي وكذا ومنا الحبس ديريكت دي فرونسي لحقهم في الحبس. اي بورتون سي فاسيل، حاجه سهله خلاص، حاجه سهله عين نجيبو خدمه خديمه كما يقول خديمه، وكيف اسمو اللوجمون سوسيال في ثلاث حيوط عينا ما نجمناش، كل خطره الناس غاليه مصبر كنعطيو الناس راح ينتحروا على جد السكنات. هو قلنا لكم يا ودي نعتنا لكم حتى كيفاش تخدموا، يا ودي بدل هاودي بدل السيستم تشوفوا يضروا لي لوجمون يطيشوا. حنا نشوفوا في خنشله كانوا واحد لي لوجمون يعيطوا لهم باطيمات ديكا، والله يا خاوتي انا صغير قسما عظما غير يحاولوا في الناس يسكنوا ما يحبوش الدراتك، ما يكون ما تكونش باش ندير بها الباطيمه، ديما ندير بها ساكن ديما ندير بها. علاش؟ باسكو الوقت هذا كان الناس كي تروح تسلق الكرا وفيها عساس، العساس يجي الصباح يسيق ويدير وعلى باله شكون يجي وعلى باله شكون ولازم الكرا ولازم. اليوم الناس تجري على السكنات باش تبيع او يجري باش يبيع، ديجا كي يخرج لا ليست بعد صايي او قبض النص تاع السكنه داها الصوارد داهم صايي، تجري باش تبيع الناس باش ما عندهمش صوارد ما كانش، واللي عنده حتى اللي عنده يحط واحد يحط ختو واحد يحط نانا واحد يحط جدو واحد لازم يدي ويبيع. روحوا شوفوا اذا ما نمتوش الهضره تاعي، روحوا شوفوا سكنات يسرباو عندهم شهرين، روحوا تطبوا على الباب شوفوا اذا لقيتوا اذا لقيتوا واحد ساكن تما راكم عندكم الزهر. يتباعوا قبل اللي يخرج في لاليس يتباعوا السكنات، بيع اخويا ما عندوش لازم يجي ويروح يدير في بلاصه اخرى، يدير كما قال واحد يكري ولا يدير حاجه اخرى ويستنى. سبحان الله، وناكم السيستم هذا راه هو لازمكم تبدلوه باش ما عادش باش اخرى. الانسان لازم كي يدي سكنه يعرفوه الناس كل، تاع التريسيتي يكون مع يعرفوه، تاع التليفون يكون يعرفوه، تاع الماء يكون يعرفوه، تاع لازم اللوجيسيال يكون عند عند لو بي جي في زون الغاز في الجزائريان ديزو يكون ان سول فيشي باش نطلق لك الماء. لازم نشوف بلي السكنه نتاعك ماشي تاعك، ما نطلقلكش الماء سي محمد، ما نطلقلكش الماء وحال تلقى الماء نجي لك في الماء. يعني انت هذا لوجمون نيميرو ان تاع حميد لازمني نلقى حميد، يا قال لي شريت روح جيب لي واش يقولوا لاك دو بروبريتي بلاك، شريت روح جيب لي وي ساعة نبدلو، كي نبدلو يتبدلو الكل، يتبدل سونا كاس تبدل الاخر يبدل الاخر باسكو لوجمون. مي باش تقول لي انني بكارت رشاحي ولا كان يسالي طوموبيل عطيتو دار مش تاعك، لوجمون سوسيال ماهوش تاعك يا محمد، ممنوع تبيعو ممنوع تبيعو، ما عندكش حق دوا حتى لو كنت تبني لازم ترجع المفتاح لو بي جي كيما كنا نديرو بكري، كي كانت بكري لا شعلام الناس يتشفى سي كوم سا، ما عندكش حق تبيع. نلقى غدوة الصباح يجي العساس يلقى بلي لوجمون نيميرو ان فيها حميد يلقى فيها عبد القادر توت سويت دون لي 48 يجيك لويسي تطبع عليك قال لي هز حوايجك هز حوايجك ما هز حوايجك سينو نجيبو لك لافورس بيبليك نخرجوك توت سويت. ما تعرفش انا ما تعرفش قال له باع لي شي باع لك هذا ويبيع شي الناس كيفاش دي الناس عطاوك لوجمون سوسيال هاو لوجمون سوسيال عطاولك نتاع الدوله تبيع انت لوجمون نتاع الدوله تبيعو ومن بعد ولاو يجيو اي فو ريغولاريزي اي فو ريغولاريزي باش ندركو السرقه ندركو الناس اللي باعت اللي هذاك اللي شرا مسكين هذاك يولي يديروه له باسمه هو يزيد يبيع كيما قال واحد روح روح نو مسيو نو انا نبيع الانسان اللي كان ساكن فيها اللي دا هذاك حميد هذاك دا لوجمون قعد ما نعرف قداش فيه سنه
لو لوجمون اي تي امورتي ولا voilà, مورتير نقصلو فيه ويبيعو يشريه معليش وحبيك الصوالد هذوك راح يجيو نبنيو دوطر لوجمون باش نحيو على لا بونوري تاع اللوجمون ماهوش راح انا كل هذا يبيع لهذا هذا يبيع لهذا هذا يبيع لهذا لوجمون تشوفوا اللوجمون تاع حميد هذا تلقاو فيها ساكن فيها عبد القادر عبد الخالق يقول لك بحالي التهامي التهامي يقول لك بحالي الاخضر وبتيش الاخر بحالي الاخر الاخر وروح وروح ما عادش تفرع سي فيني ولا عنده معرفه روح نحي ليه لو بي جي نحي ليه الاسم نتاعي الحمد لله كديرو باسم فلان وكذا علاش باسكو لي فيشي ما كانش فيشي سونترال اللي نقدروا نحكموا الناس الكل كما قلت لكم لازم يكون يمكن طابي عند زونال غاز ندير لوجمون نيميرو 1 سيتي حسناوي نتاع عبد القادر يخرج لي بارتو عبد القادر بارتو بارتو يخرج باش ما نقدر واحد ما يقدر بيرسون ما يقدرش يلعب خلاص على كل حال ما نطولش عليكم بزاف نقول لكم اذا ما جاتش مرة الحلقه جو بونس با نزيدو نديرو فيديو نقول لكم تسوا على خير بونسواغي ا توتي ا توس يا دوما ان شاء الله